Working with Cyber Peace Studios is working with professional people. They work with special with details. They sit with the client, they read their minds to deliver the best scene videos they can. Also, we request, as Maaden Gold, we requested 4 videos with 4 different languages, plus a cartoon video, which was delivered perfectly in excellent condition. All the 4 videos were talking about the safety and health of a corporation. And definitely in the future, we're hoping to keep continuing working with Masaga Beastie. الشركة السعودية للكهرباء وفي القطاع الغربي خاصة استحدثنا فكرة جديدة وهي عبارة عن مولدات متنقلة تخدم المشتركين في حالة الانقطاعات الطارئة. هذه فكرة جديدة حبينا نبرزها سواء للعميل الداخلي أو العميل الخارجي كمشتركين أو مسؤولين. فبحثنا عن شركة تبرز هذا الفكر الجديد فوجدنا في صقر في استوديو يعني ضالتنا. وأمانة أنا تعاملت مع الشركة وكانت على مستوى عالي من الاحترافية وأنتجوا لنا منتج ممتاز وعرضناه على المشتركين وعلى ولاقى استحسان كبير. نحن جامعة الطائف عملنا مع صقر بي ستوديو في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الخامس، حيث قاموا بتصميم المتحدث الافتراضي لنا ووحدة الهولوكونيك. كنا سعداء جدا بالتعامل معهم، كنا محل كل عناية وتقدير كعملاء من الشركة. أبدوا اهتماما كبيرا بالجناح وبمنتجات الجناح، لهم منا كل التقدير والاحترام ولهم منا أيضا كل الشكر، ونتمنى لهم التوفيق مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركة زان الحديثة المحدودة، من اكبر شركات في مجال الاجهزة المسيحية. لما فكرنا ان احنا نعمل فيديو تعريفي للشركة، شفنا على الانترنت افضل الشركات الموجودة، وكان اختيارنا لشركة صقر في ستوديو. كان عندنا عمل ان هم يبقوا شركة كويسة نشتغل معهم، ولما بدأنا نشتغل معهم لقينا ان هم افضل من التوقعات بتاعتنا الحقيقة. ودي كلمة امينة احب اقولها، ناس محترمين بيحافظوا على المواعيد، عندهم خبرة كويسة وعارفين هما بيعملوا ايه، كمان عندهم دقة في اختيار الامور، عملوا لنا ادفايس كويس جدا في كتير من الامور الخاصة بالفيديو. واعتقد ان شاء الله ان احنا نجحنا في اختيارنا، وبشكرهم، وان شاء الله اتطلع ان احنا في اي فيديو مستقبلا ان احنا نشتغل مع بعض. الف شكر.